لكن يمكن طبعا الصور احنا حطيناها كده ايه يعني تباعا او مش بشكل منظم. يعني انا هقول لحضرتك دي رحله سنوات، ده من 8 سنين احنا كنا ماخدين مشروع من مشاريع الدعم من التربيه والتعليم من التعليم العالي، اداره دعم التميز، والطلبه دول احنا عندنا كان مشروع تشغيل الطاقه الشمسيه لمنظومه الزراعه بدون تربه، يعني انا مش محتاج كهرباء. الطلبه دي طبعا كان خريج كليه هندسه الطاقه وكليه العلوم، ابتكروا نظام جديد يتحكم فيه عن طريق الريموت، واثبتنا النظام ده مع زمايلنا في كليه هندسه الطاقه، وهم كانوا ساعتها بيخترعوا او بيظبطوا لوحه التحكم ساعتها. فاحنا عندنا برامج ريادات اعمال غير عاديه. لو في صوره تاني، لان كل صوره بتحمل قصه. الصوره دي لحديقه يمكن في السد العالي عند عم خيري، واحنا يمكن اشتركنا في عمل منظومه زراعه عنده فوق السطح. الجميل ان احنا في صور تاني ان تحولت الى غابه من الاشجار. تخيل السطح بقى غابه من الاشجار. يعني موجوده هنا معانا؟ موجوده من ضمن الصور. هتلاقوا في صوره كده فيها شجر كتير، وفي طبعا دي حاجه تاني. ده كان موضوع ان هو الطلبه بنعمل ده في علوم، ده في علوم في الصوبه. انا كنت في مزرعه يمكن عملناها من حوالي 8 سنين، صورناها 9 سنين بالظبط كده. صورناها دي كان ساعتها ايام الدكتور منصور كباش رئيس الجامعه، واخدنا منه الدعم وعملنا زي حضنه اعمال على مستوى جامعه اسوان اللي هي الوحده البحثيه لدراسه نباتات المناطق الحاره. والصوب دي كانت مجال ان احنا ننفذ فيها تجارب. ده كان جمع ما بين نظامين، الاكوابونيك والهيدروبونيك، ان احنا يعني بنروي الخضار ده. ويمكن كان في فيديو من ضمن من الشاب ان هو كان لسه بيحط السمك في الاحواض الميه دي. واللي كان معانا بشرف على طالبه باشتراك مع كليه مصايد الطاقه، وسوري كليه المصايد السمكيه. الطالبه دي ما شاء الله دلوقتي مدرس مساعد، ويعني على وشك برضو انها تخش في موضوع الدكتوراه. فدي كانت حاجه تشرف، يعني ان ريادات الاعمال بتاعتنا بتوصل لمرحله ان انت تبقى يعني ايه يعني انا بفرح لهم اولادنا ان هم ابتدوا على الطريق الصحيح يعني. ممتاز. لو هي طبعا دي صور مختلفه ومع زميلنا استاذنا الدكتور ناسي الاسم دلوقتي، لكن احنا ادي منظومه مواسير بلاستيك على اليمين، ودي حاجه من اللي هي الهيدروبونيك بتصب الميه بتاعتها، وبتبقى دوره ميه رايحه جايه في مضخات في حوض الميه ده اللي هو عباره عن متر مكعب. تخيل متر مكعب ده ممكن يروي الصوبه كامله. وبعدين انا كنا بنتكلم على القصه دي مع صديق يمكن في منطقه في ما في اسوان وبيعاني من نقص المياه. وانا قلت له انا قلت لك مقترح قبل كده ان انت تعمل صوبه مش هتكلفك غير ان انت تعمل حوضين ميه مترين، وهتدي لك انتاج اعلى. احنا بنتكلم لو الصوبه مثلا 94 متر 49 متر الصوبه عامه، يعني اللي هي مساحتها 360 متر. دي معروف ان هي بتنتج شتلات او بتزرع فيها من شتلات حوالي 800 شتله بالحسابات يعني باختصار. فاحنا قلنا ممكن اقصى 800 شتله. 800 شتله لو حسبنا كده انه الشتله بتنتج من 15 ل 25 كيلو طماطم. فقلت له انا ان شاء الله بمشيئه الله هنزرع فيها ما يقلش عن 2000 شتله. خلاص الميه مش هتروح. بالاضافه ان خزان الميه ده بيروي لي الصوبه كلها، والسماد بتحط فيها سماد سايل. بالاضافه ان انت خلاص بعدت عن التربه وبعدت عن الامراض اللي جايه من التربه، فانت هتقاوم الامراض اللي بتيجي من الهواء. ودي عمليه خلاص بسيطه يعني. فتخيل بقى ان انت عندك الصوبه بدل ما تنتج 10 طن هتنتج 20 طن و25 طن طماطم. اضرب العدد في الكميه دي بحوضين ميه، وبالطبق اقل طاقه شمسيه هتشغلها. برضو طبعا الشباب فرحانين ان هم بعد ما خلصوا انه يمكن جنب الطالب ده اللي هو من بنبان في جركن ميه كبير اللي هو بيبقى فيه المحلول المغذي ده بيسقي السور كله. طبعا دي ما كانش فيه ارضيه خالص، كان يعني احنا ده كلها تشكيل، والدكتور حط له ترابيزه وبقى بيشرب فنجان قهوه، ويمكن يعني حاطين فيها شجر وحاطين فيها مزروعات مختلفه. فتخيل ان انت ده نفس المشروع، احنا حاطين انظمه مختلفه، وشبابنا دول من حوالي بنتكلم من حوالي 6 سنين او 7 سنين برضو دلوقتي ما شاء الله يعني منتشرين. لا اكتر من 8 سنين يا ربي، ده 9 سنين
ده كان ايام الدكتور منصور كباش. نعم. ويمكن عملنا المشروع ده والطلبه ابتكرت انظمه مختلفه من زراعات الاسطح بما فيها الاهرميه والاحواض وغيره وغيره، والطلبه بقت عندها القدره على ان هي تدير مؤتمرات وورش عمل، ده اللي احنا بنتكلم عليه اللي هي حاضنه اعمال. طب الاشجار بتبقى مثمره ولا اشجار ظل ولا الاشجار؟ طبعا دلوقتي هي ما فيش حاجه اسمها اشجار متقزمه برضو معذره، هي انا بربيها على انها تنتج لي انتاج بشكل معين عن طريق القص او ان انا يعني اتصور ان التقزيم ده وراثي يعني هندسه وراثيه. لا لا هي ده طبعا ده علم مش علم تربية احنا بنسميه، مش علم وراثي ان الشجرة تطلع متقزمة يعني. انا بربيها على ان هي طبعا تعرف حضرتك علم الياباني اسمه انا نسيت اسمه، عندنا احنا تخصص ده في زراعة اللي هو تربية المحاصيل. بالظبط كده، انا بربي اشجار ودي طبعا هو طبعا البريدنج بالظبط، فانا بقطع منها بشكل معين هارفيس الافرع معينة لغاية ما يحصلها تقزم بشكل معين. طبعا الشجر ده بينتج طبعا انا يعني حتى لو وصل ارتفاعه متر او مترين ده حاجه جميله. لو في صوره يمكن جات لنا في السكه للحديقه دي بقت شجر ليمون، عنده شجر ليمون وبقت حديقه غناء يعني. فاحنا الدعوه الجديده المبادره اللي احنا بنتحرك فيها دلوقتي مع هيئات كتيره يمكن موجوده في اسوان ومشاتل بشكل معين ان احنا نتوسع. احنا عندنا مشكله دلوقتي نزرع اشجار مثمره في الشوارع. يعني عشان برضو نكون متفقين ان احنا نزرع اشجار زينه او ظل، ده اللي احنا بننادي بيه وان احنا نكسب بيه. طبعا في اشجار اللي هي طبعا بتمتص الملوثات وغيره. طب ليه عندنا مشكله في المثمر؟ انا ما ينفعش احط مثمر في مكان انت عارف حضرتك العوادم السيارات وما الى ذلك. ورصاص هنتكلم على لكن احنا يمكن في منطقه من ما كنت انا يعني مقترح القصه بتاعت التشجير فيها في القرى، احنا ممكن عملناها دي يمكن دون ذكر اسامي المناطق انه اهدينا لكل بيت ثلاث شجرات مثمره، يمكن ضمن حمله كانت حوالي 2000 شجره يعني. وبعد كده 2000 شجره تاني، المهم ان هي الحمله دي ان احنا وزعنا لكل بيت ثلاث شجرات. نعم. ودي عهدتك يا بيت. فطبعا في القريه ومما فيها أصناف جديدة تين عماني وجوافة وموالح ومانجا وغيره زي وما غير. طبعا الناس اهتمت وحطينا معها كيس أسمدة يعني كيلو اللي هي توفر المية وندى توفر سوري الغذاء للشجرة لغاية ما تطرح. يمكن احنا ان شاء الله هنخش بموضوع الحفر تكنولوجيا جديدة، لكن احنا بنقول ان احنا اما نهديها للأفراد وهم طبعا يعني بيهتموا بيها لانه خلاص انا يعني انا هنهتم بيها اكتر يعني. نعم. احنا بننادي ان احنا وسياده المحافظ ان هو يرعانا ممكن نناقش معاه ان احنا نعمل اهداء لمناطق سطوح اسطح فيها ان ندي لكل سطح بيته بعهده ان احنا نزرع عنده مثلا 10 شجرات مثمره. تخيل حضرتك المنظر هيبقى بعد ايه؟ بعد سنتين او ثلاثه او اربعه. حضرتك جوايا ركبت الطيارة بتنزل أسوان يمكن بتشوف المنظر جاف من فوق صحراء والنيل والصحراء والمساكن لونها بني أو لونها رمادي اللي هي لون اللي. لكن تخيل حضرتك لو هي تحولت إلى أسطح خضراء، أنا دلوقتي عندي خلاص الشجر ده والأطفال هيهتموا بيها، وإن أنت فكرة إن بعض الصور برضو معروضة إن هو بيجنوا من الأطفال بيجنوا الثمرة زي متعتنا زمان ايام ما كنا احنا اطفال صغيرين كنا بنجمع البيض اما نروح عند جدتنا وفي بتربي فراخ وكده يعني. كان دي حاجه جميله. فتخيل بقى انه الطفل الصغير بيجمع الثمره هيهتم، الاتيتيود بتاعه هيختلف صحيح، هيبعد عن الموبايل شويه وهيبتدي يهتم بالشجره. نرجع للشوارع، لينا اشجار مميزه هنزرع فيها ونراعي بشكل معين. احنا بنتكلم مثلا لو احنا تولينا مثلا طريق السادات من خلال شكل معين او خلال اداره معينه، وانا عندي المقترح بيها يعني نزرع طريق السادات ده ويبقى مسؤوليه لكل منطقه تابع لحاجه. يعني انا لو قدام محل انا هقول له انا هزرع قدامك شجرتين على الشارع دول عهدتك، فتخيل بقى ان هو هيهتم بريهم والافلام دي واجي اوزع عليه السماد ليها. ربما ده يتقاطع معانا مع فكره مثلا ترشيد المياه. بالظبط كده بالظبط يتقاطع مش يتوافق.
وده لا 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 يعني ده توافق. بمعنى ايه؟ ان انا طبعا قصة ريان على فكرة ان احنا يعني بنحاول نرفع الوعي المائي ونرشد المية اقول لحضرتك حاجة، المعتاد ان احنا كنا بنروي الشجر ده ازاي؟ بعربية ماشية وخرطوم ويعني يعني لكن انا لو بكلم حضرتك عملت احواض بشكل معين مش هتاخد اكتر من جرك المية واقول له انا بديله انت ترويها يوم ورا يوم في 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 الشتاء، في الصيف مثلا بشكل معين قد كده كميه ميه، ما يعني بدل ما ترش قدام محلك، وده دي مخالفه على ما اظن انه يبقى الرش ري بشكل معين. احنا دي في افكار كتيره يعني ما خبر حياتك. انا يهمني ان هي الشجره دي تبقى لو انا رعيتها بشكل معين وان انا اديتها مسؤوليات وزعت المسؤوليات المجتمعيه للشجر ده، يعني ده ممكن يظهر في شكل مبادرات يا دكتور. احنا جاهزين، احنا جاهزين، احنا عملنا مبادرات، يمكن مبادره دلوقتي اللي شغالين فيها تشجير الاسطح، يمكن نفذنا وابتدينا ننفذ فعلا حاجه اسمها التخلص من كراكيب السطح وتحويلها الى بتاع ده. في بعض الصور بتعرض يمكن في لو صور كده السطح هتلاقي سطح عليه كراكيب وخشب ومخلفات وتحولت بعد كده، كنت حاطط صوره قبل وبعد. الصوره اللي بعد كده ان هو بقى اصبح عاطين لايت سبوت ونافوره ميه وقاعده وفي شجر الله. ممكن هنحط شجر تاني، يمكن الصور دي احنا ارفقناها وارسلناها عند في 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 عماره شخص معروف في اسوان وصديق عاوز هو يستريح من عناء الحياه ويومه طويل، هو دكتور يعني فاخر اليوم عاوز بس نافورة مية قدام دكته اللي هي على سطح على ارتفاع 5 ادوار والنافورة دي شغالة وفي ريحة زرع وشجر مثمر. واضفنا ان احنا يعني ان احنا بنحط زي عنب، شجر عنب، شجر عنب على فكره ممكن تزرعه فوق البيت، حاجه ممتازه جدا يعني. احنا بنستخدم خبرتنا في ان احنا نعمل القصه دي، ويمكن هنعمل مبادرات ويمكن عاملين ندوات برضو هتنطلق من يوم السبت الجاي، ان احنا بنضم بقى بنتكلم بشكل شخصي احنا ازاي ان احنا نقدر نعمل القصه دي. محتاجين الدعم، مش دعم فلوس، انا بتكلم على دعم معنوي ودعم فني. احنا محتاجين لو احنا بنتكلم النهاردة ليه ما يبقاش في دعم قناة طيبة، قناة طيبة تبقى داعمة لهذا الموضوع، بتنطلق معانا المناطق مختلفة. نعم. اسوان كلها ان احنا بنعمل في قرى زراعات اسطح بشكل اللي هو الهيدروبونيك عشان ما يبقاش في مشكلة في تجميع المية اللي هي زراعة بدون تربة يعني، ونعمل التشجير نخبر حضرتك تشجير اللي هو فوق اسطح البيوت. نعم. في المناطق اللي هي المدنيه او اللي هي بنتكلم عليها اللي هي زي اطلس، المحموديه، طريق السادات وغيره. يعني عند حضرتك مثلا ساكن في منطقه العقاد ونفسك تعمل شجره صغيره في البيت. نعم. انا حطت عندي شجره برتقال متقزمه قدام البيت قدام باب الشقه يعني، وعندي شجرتين حطيتهم في البلكونه، شجرتين عادي يعني، مش ما فيش مشكله اصبحت ان انت حضرتك تحط شجر. وبنقول لحضرتك في اغذيه كده بتحطها لها للشجره وفصيل زرع شكلها جميل. لا احنا وصلنا يمكن دلوقتي هنبتدي نتكلم على حاجه جديده، ولو احنا يعني ما حليناش مشكله من مشاكل الاقتصاديه بتاعتنا يبقى احنا ما يعني مش قصدي دورنا بنتكلم على الفاضي. احنا بنتكلم النهارده على ان الست احنا بنتكلم على ربطه البقدونس بقت قد ايه، ودي طبعا الاعشاب بتاعتنا احنا في المطبخ بتاع السيده اللي بتاع ده اصبحت اساسيه يعني. طبعاً. مش هتكلم على المحشي وغيره وغيره، لكن انت المفروض تحط في السلطه خضره واخد بال حضرتك. فاصبحت طب ما احنا نعمل لها في حوضه، ده من ضمن رياضات الاعمال اللي احنا طالبنا بيها، ودي شكلها ممكن الطلبه بتاعتنا تعملها يعني. نعملها قصريه صغيره كده في المطبخ، وزي ما بنشوف كده في برامج الطبخ بيقصوا شويه الخضره، بقدونس، الشبت، مش عارف، كزبره بشكل فريش ويحطوها في الخضره. لان ما ينفعش ربطتين بقدونس ب 5 جنيه النهارده يعني. ربطه الخضره حاجه صغيره كده يعني كانت حزمه كبيره دلوقتي قد كده ب 10 جنيه مع ان البذور بتاعتها رخيصه جدا ومش هتكلفك حاجه في البيت، وهيبقى نوع من انواع الديكور. صحيح صحيح. حضرتك محتاج تقعد في البيت مثلا وجنبك نافوره ميه في الصاله. حضرتك كان زمان انا يعني يمكن
كانت هدية عندي وبس. أنا متجوز أكتر من يعني تقريبا حوالي 25 سنة، كانت هدايا في نوفير مية بشكل معين كنا بنستوردها من الصين. يعني احنا عندنا الخامات ان احنا نقدر نعملها النهاردة. فتخيل عند الصالة عند حضرتك وجاي لك ضيف وبتقول له أنا هشربك كوباية حلف ليمون. جميل قوي، حضرتك شفت حلف الليمون؟ طبعا طبعا جميل جدا حلف الليمون. وبشكل معين، وهحط لك معاه ورقتين من الشاي الازرق. حضرتك سمعت عن كده الشاي الازرق ده؟ يعني في نافوره ميه فيها ليد وصوت في الميه، خليل الميه طبعا هو نازل على السيستم ده بشكل حرفي جميل جدا. عندنا الشباب اللي يقدروا يعملوا ينفذوا حاجه زي كده، حضرتك بتدوس زرار وتجيب ميه مغليه وتقطفها من جنبك وانت قاعد، وصوت الميه جميل جدا. يعني يمكن هيخليك تنام بعد ساعه يعني، لكن بيعمل لك ريلاكسنج، هو حاجه بنسموها احنا ريميديشن كده، علاج نفسي يعني، استرخاء يعني بالترجمه بتاعتها اذا انصح يعني. وتحط الاعشاب دي الريميديشن وتحط تقطع ورقتين ومش لو مش بس كده ده بنعمل ميديتيشن كمان. بالظبط يعني، ده خلينا كمان نوصل للميديتيشن يعني. بالظبط كده، وده اللي احنا يعني يمكن من ضمن المقترحات. انا طبعا احنا استغربنا ان انا طبعا كان في كل المبادرات، يمكن ما لقيناش الدعم ساعتها وما عندناش، لكن احنا كنا بنتكلم على تدريب مدرسه او فكره تدريب المدارس على زراعه الاسطح. وفعلا من ضمن حطيت صوره يمكن مع الشباب ان احنا علمناهم ازاي الهيدروبونيك وانظمه الهيدروبونيك في منطقه تحت رعايه جمعيه ما، لكن احنا عملنا لهم الانظمه دي على مدى شهور. ودي كان يمكن اول كول كان نفسي ينطلق من محافظه اسوان. نعم. ويمكن ما لقيناش الرعايه، لكن ده كول بتاع وزاره البيئه لاول مره التعليم الفني ان احنا حطينا فيه الطلبه بتشتغل بتتدرب فني زراعي، بتتدرب على انظمه زراعه بدون تربه. فوجئنا ان الطلبه في الاخر، احنا كنا عاملين نوفير ميه، الطلبه حبت نوفير الميه وابتدت تحترف فيها ان هي تعمل لك نافوره ميه داخل البيت. هايل هايل. ف يعني وحطوا لها ليد، وابتدى الطالب ده من ولادنا الاعزاء طبعا. هو بس هتاخد مصدر الميه من فين؟ ما هي دورة مية يعني. حضرتك حوض مية وفي مضخة زي مضخة التكييف الصحراوي ليها مزبوط أشكال مزبوط مختلفة، وبتصب المية وترفعها المية. القصة دي في فوق البيت ما عرفش هو موجود ولا لأ، لكن ما فيهاش هدر مية. ده بالعكس حضرتك بتحط فيها ورد، بتحط فيها حاجات بلاستيك، سمك بلاستيك، ليد إضاءة، وممكن تحط ريحة، ممكن تحط حاجات زهرة بتاعت اللي هي الغسيل والحاجات دي، بتبقى المية لونها أزرق. بقى أفكار كتيرة الطلبة حتى أبدعت فيها، والطالب ده يعني يمكن محترف وعنده ما شاء الله توك توك، وحاجة ثابت مش ثابت توك توك، بقت حاجة بالنسبة له مهووس بموضوع النوافير. وده اللي بنقول عليه ندي الفرصة للشباب، وان احنا عندينا القدرات ان احنا امكانيات ان احنا نعمل ريادات الاعمال. ريادات الاعمال ما بقتش دلوقتي ان انا اجمع الشباب واديهم برامج معينه وحرفيه التسويق وغيره وغيره وغيره. ولغايه دلوقتي احنا ما شفناش مشاريع شغاله في اسوان الا بشكل يعني بشكل مش 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 هو ده اللي يتواكب مع كميه ريادات الاعمال. انا بعد اعتراف يعني بالنسبه لي ريادات الاعمال ان انا احط الطالب في موقف واقول له ابتكر وهاخد منك واعلمك بعد كده اللي هي ازاي ان انت تدير ريادات الاعمال. هي. يعني طبعا دول ما تعرضوش لريادات اعمال، وطبعا يعني ما كملوش للاسف، ونفسنا كانوا يكملوا، لكن احنا عندنا افكار كتيره وممكن تتنفذ زي مثال النوافير الميه والحاجات زي كده يعني. والله كلها افكار بصراحه عظيمه ورائعة جدا يعني، فعلا حاجة تدعو للأمل يعني. يا رب. يعني حاجة فيها إشراقة يعني. أتمنى أني تتعاون معكم طبعا الجامعة والمحافظة وكل المؤسسات والمجتمع المدني، لأن في النهاية دي كلها هتصب لصالح البلد، مش عايزة كلام يعني. صحيح صحيح. كلام مهم جدا يعني. صحيح. والله. فأنا يعني هل الدعوة دي أول راعي ممكن قناة طيبة؟ يعني تبقى راعي للحاجات البيئة إن احنا حضراتكم تبقوا معنا في، اذا كان يعني ده مسموح به يعني لو كده يعني. والله يعني ده يعرض طبعا على السيد رئيس القناه ويجمعكم مثلا لقاء ومع الجهات المعنيه، واتصور ان ده ممكن يبقى شيء مهم يعني. وتشارك معنا يعني، احنا عاوزين حتى حضرتك ان انت جميل بقى ان انت عايز ممكن تزع فوق سطح بيتك.
او ممكن بتعمل زرع عند بقى عند بتاع. لا ده انا حاليا بفكر وانا معاك انا والله صدقا انا ومعاك بفكر جوايا في افكار اعملها في البيت. طيب يعني بدات يعني الموضوع يشغلني انا بشكل شخصي يعني. طب نتكلم مثلا بشكل يعني احترافي بشكل ننتقل الى مستوى تاني. عند حضرتك سطح بيت؟ هل موجود في سطح بيت؟ مش كده؟ حضرتك بتمتلك فيه مثلا حوالي قد ايه؟ 50 متر مثلا. صحيح. عاوز تعمل فيه؟ عاوز حضرتك انتاج خضار ولا بتيجي عاوز تعمل فيه لاندسكيب؟ لا انا اميل لللاندسكيب ده. اللاندسكيب حضرتك عاوز ريلاكسنج وعاوز بقى ان انت ايه؟ عند حضرتك كنبه قديمه. صحيح. هتحط الكنبه القديمه تحط عليها كليم وهتدهنها بشكل معين والشباب عندنا ممكن يعملوها يعني. ونعمل حاجه اسمها طبعا حضرتك موضوع التغطيه بالسيرام اللي هو الشبك. يمكن الصور اللي يمكن عرضتها في من ضمن الصور اللي ارسلناها انه بنعملها بشكل شراع اللي هي بتاعه الصوب الزراعيه. عندنا احنا السلك الالومنيوم الصلب وبنعملها بشكل شراع فان حضرتك قاعد كانك في مركب. صحيح. بتحت شعار بتحت سوري اشرعه مختلفه يعني وبتلون بشكل معين يعني ما بتاخدش اكتر من ساعتين زمن وبتخلص. الحاجه الثانيه بعد كده بنحط الاثار بقى حاجات تبقى دائمه بنسميها ايه دائمه الخضره شجر متقزم. برتقان ده انت ممكن نحط عنب تين. الحاجات دي بقت خلاص اشجار صغيره ممكن حضرتك تجمع منها. المانجا ودي الغريبه طبعا في اصناف كتيره دلوقتي احنا بقينا محترفين مانجا يعني عندنا اصناف كتيره متقزمه ممكن تزرع مانجا فوق البيت شجر اصليه مش ما فيش مشكله. ونحط نباتات زي مسك الليل ونباتات تانية مختلفة من الزينة اللي تدي لك روح ريحة سوري رائحة جميلة. نعم. فحضرتك ممكن في خلال يومين ثلاثة بتبقى عندك الحديقة دي. الله. وتعمل جميل. بقى شوية ديكورات أولاد حضرتك. بيعملوا مثلا الحيطان احنا دي حاجة ظريفة يعني ان احنا بنقول لا انا مش هنلون لكم الحيطان. خلي أولادك هم اللي يلونوا يعملوا مثلثات يرسموا اي اشكال. امكن انا يعني دي مستوحاه امكن انا كنت عايش في امريكا فتره فبيسيبوا الاطفال هم اللي يلونوا ويمكن حتى اللي عارف حضرتك البيوت بتاعتهم بيعملوها المداخل بتاعتها بالاسمنت وبيخلوا الاطفال بتاعتهم يمشوا على الاسمنت ده برجليهم حافيه. يعني بيعملوا زي كانوا بيعملوا تسويه للممشى. فانا طبعا متخيل ان حد بقى الصناعيه هيزعقوا والافلام اذا تبوظنا الخطوات الاسمنت يعني. لا هم ده عندهم حاجه كده يقول لك ان انت ايه بعد 20 سنه دي كانت خطوتك وانت ماشي للبيت وانت طفل صغير البرنت بتاعك البرنت بتاعك. انا فوجئت بالفلسفه دي. فاحنا ليه ما نعملش كده واحنا على الحيطان اطفالنا اللي هم صغيرين خد البوي عادي المشكله وبس يعني البس لك بلطو البس لك بتاع ولون على الحيطه بعد 10-15 سنة دي ربنا يدي حضرتك الصحة وانت رسمك وانت صغير هتشوف حضرتك كمية الذكريات اللي بتيجي والأفلام والقصة وانت بتتفرج على رسومات أولادك يعني كلام ده يعني والله دي دعوة للأمل ودعوة مشرقة ودعوة جميلة جدا يعني دكتور طارق رضوان أنا سعيد بهذا الحوار وأتمنى أن هذه التجارب يعني ترى النور قريبا إن شاء الله يا رب بشكل تطبيقي في كل مكان يا رب ويكون طبعا ده برند باسم حضرتك وباسم فريق العمل إن شاء الله إن شاء الله. دكتور طارق رضوان مدرس العلوم البيئية بكلية العلوم جامعة أسوان نورتنا وأسعدتنا يا فندم. الله يخليك يا فندم ألف شكر حضرتك. ربنا يخليك. سيدات والسادة في الختام بتقدم لحضراتكم بخلص التحية والتقدير بشكر زملائي الفريق التقني والهندسي والزملاء بغرفة الكنترول وبشكر زملائي فريق العمل وهذه تحياتي خالد سيد النوبي من أسوان لكم الحب كله شكرا لكم والسلام عليكم ورحمة الله.